ومثل ما شاهدنا سادتي مشاهدينا الأحياء الشعار الحسينية في محافظتنا أربين، ننتقل وياكم إلى الجمهورية الإسلامية وفي منطقة الأهواز. فاروق، سلامات، حيا ضعنا في أجواء وهذه الشعائر اللي تحييها أبناء الجالية العراقية في منطقة الأهواز ومراسم إحياء شعائر الحسين في شهر محرم وصفر المبارك. خلينا نشاهد وياكم وإن شاء الله إن عودة في صباح كربلاء. بهذه الهتافات الولائية التي تنادي بمظلومية الإمام الحسين عليه السلام، أقام أبناء الجالية العراقية في الأهواز مراسم عزاء إحياء لذكرى أوسع وأكبر ملحمة تاريخية، ألا وهي واقعة عاشوراء، معبرين عن حبهم وولائهم للإمام الحسين عليه السلام. الجالية العراقية يقيمون دائما هذه المآتم في شهر محرم الحرام وفي شهر صفر بمناسبات عدة، بمناسبة العاشر من شهر محرم وبمناسبة شهادة الإمام السجاد وبمناسبة الأربعين للحسيني، أيام أربعينة الحسين، وكذلك كل المناسبات تقام هنا في القراءات، الشعر، اللطميات وما شابه ذلك. وجميع المواكب العراقية المتواجدين في أهواز يجون هنا بردات وبشعارات إن شاء الله، والعراقيين والمشهدية المقيمين هنا كلهم يجون هنا عندنا وإن شاء الله في ختام المجلس هم نعطيهم نذر لهم ثواب إن شاء الله، إن شاء الله عشان نعطيهم إن شاء الله بركة للبركة الإمام الحسين إن شاء الله. من حسينية إلى حسينية ومن مسجد إلى مسجد تنطلق هذه المسيرات في مختلف مناطق الأهواز من قبل أبناء الجالية العراقية، طقوس وشعائر خاصة تجمع بين الحزن والمواساة بهذه المناسبة الأليمة، إسهاما منهم لنصرة الإمام المظلوم بمشاركة عدد من شعراء ورواديد المنبر الحسيني. الحمد لله السنة العشرة الأولى كلش كانت هيئات قوية، الحمد لله مجالس كلش راقية، كانت خطباء كلش عالية، وعرض الخدمة تكون لي هسه، يعني احنا ما كان عندنا العام ما كانت هاي موجودة عندنا، بس لي هسه المواكب كلها دائرة الحمد لله، وعرض الخدمة تكون بأنه المجالس الحسينية مستمرة، ونتمنى من الله أنه السنة الجاية والسنة القادمة إن شاء الله أقوى إن شاء الله على كل حال. مراسم أبناء الجالية العراقية في الأهواز أيضا تضمنت المحاضرات الدينية التي تناولت السيرة الطاهرة للإمام الحسين عليه السلام وبيان فاجعة الطف الأليمة، ذكر انتصار الدم على السيف والحق على الباطل، الملحمة التاريخية التي لا زالت أصداؤها تختلج في النفوس لتشكل مدرسة للإباء والإنسانية. لقناة كربلاء الفضائية، فاروق، سلامات، الأهواز، إيران.